وينضم معنا من الظهران مراسل الإخبارية زميل منصور الأمير. منصور، كيف تنقل لنا الصورة تحديدا بعد البيان الختامي والمؤتمر الصحفي في ختام هذه القمة؟ أهلا ومرحبا بك ومشاهدي قناة الإخبارية. لازلنا وإياكم في نقل وقائع هذه التغطية الحية من هنا من الساحل الشرقي للحديث أيضا حول قمة الظهران بعد أن تلا معالي وزير الخارجية البيان الختامي لها والمشتمل على 19 بندا. قمة القدس التي أسماها خادم الحرمين وأطلق عليها هذا الاسم تؤكد على شرعية السلطة الفلسطينية وعلى أيضا الحق الكامل للفلسطينيين في العيش على أراضيهم وعلى بطلان قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارة القدس وعلى كل هذه المضامين التي تؤكد وقوف الشعوب العربية جنبا إلى جنب مع هذه القضية الأزلية التي يتبناها العرب ويتبناها المسلمون في مختلف دول العالم. الحديث أيضا والبيان أكد على أهمية العمل العربي المشترك أيضا للتعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه. البيان أيضا أكد على أهمية وجوب أيضا تضافر الجهود من أجل أن ينعم أبناء هذا العالم العربي بالرخاء ومن أجل أن يعيش هذا العمل بسلام من أجل أن يعيش هذا العالم العربي أيضا بسلام. نحن ولسان حال من يقفون هنا يقولون كفانا من التاريخ أن بموطن تخطى صروف الدهر شبرا تلا شبرا وما شعب المرجان إلا مطية إذا حزم السلمان من أمره أمرا. كل شعوب العالم العربي تعلق آمالها على أن تتحول هذه المخرجات وهذه البنود أيضا إلى واقع يلامس حياة الشعوب العربية. ولعلي أيضا أختم بما يقول الحكيم: نحن لا نرسم أفقا واحدا إنما نرسم آفاق أمم. ربما هذه قراءة سريعة لأبرز ومجمل ما ورد في هذا الخطاب، ولعل أيضا أيام القادمة تجمعنا إن شاء الله بالمزيد من التغطيات والإضاءات المهمة التي يحتاجها أيضا الإعلام العربي والتي يجب أن يطلع بها الإعلام العربي في مختلف مهامه وقضاياه. من الظهران، شكرا جزيلا لك.